والتيسير على المعسر له ثلاثة أحوال. التيسير على المعسر له ثلاثة أحوال: إما أن يؤجله إذا جاء وقت السداد، أقرضت شخصا على أن يسدد لك في أول رمضان، جاء رمضان ذهبت إليه سدد يا فلان، قال ما عندي، قلت له أمهلك شهرين، هذا تيسير أنك أجلت، هذا من التيسير على المعسر. الحالة الثانية أن تقول له أسقطت عنك بعض الدين، هذا تيسير أيضا، كان تطلب منه ألفا فتقول له اجعلها 500، أسقطت عنك 500، هذا من التيسير. ومن التيسير أيضا أنك تسقط عنه الدين كله، تقول أسقطت عنك الدين. ولذا جاء في الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة وتعرض عليه سيئاته فيقال هل لك من حسنة؟ فيقول لا أذكر. فيقال بلى لك حسنة، تذكر. قال لا أذكر إلا إني كنت أدين الناس. فإذا كان موسرا أمهلته، وإذا كان معسرا عفوت عنه. قال الله تبارك فأنا أحق بهذا منك فيعفو عنه سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتيسير على المعسر أمر مطلوب.